شكرا عبد العزيز البكر وللخبراء في الاستوديو. عشاق كرة القدم، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم في اس اس سي وشاهد في اي بي، وهيا بنا معا لنعيش جولة جديدة من جولات دوري روشن الفريدة. هيا بنا إلى مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هنا في مكة المكرمة. الفارس القادم من نجد وسط حضور جماهيري نصراوي فخم جدا هنا أمام فرسان مكة العالمي بطل الشتاء، وبهذه الصورة إذ يحضرون ومن وقت مبكر جدا ترحيبا بالدون ورفاقه في هذه السهرة الكروية من دوري روشن. بطل الشتاء يبدأ مهمته بالدور الثاني أمام العريق الوحدة وسط أنصاره هنا في ملعب النار. استمتع بكرة القدم بكريستيانو رونالدو في مشهد آخر وسط أنصار النصر في هذا المساء، وكذلك في الجانب الآخر نحن نتحدث عن أنسيلمو اللاعب الذي ترك الانطباعات الخاصة في رحلاته الماضية، يعود إلى الوحدة وسط ذكريات لا شك تجعل من هذا المشهد خاصا وهو يواجه رفاق الدون. النصر بطل الشتاء يبدأ مهمته في الدور الثاني وهو يعلم بأنه يتصدر المشهد مع الاتحاد ب34 نقطة، ويعلم كل العلم بأن نادي الشباب قد وصل إلى النقطة 37 مع زيادة مباراتين بعد أن فاز اليوم على الباطن، وبالتالي يتطلع النصر في هذه المباراة والدون أمام رفاق وليد باخشوين وكذلك سلطان الحربي. هكذا إذن دار الحديث، والحديث سيكون لا شك ذو شجون كروي ما بين الذكريات ما بين فارس نجد وفرسان مكة. اليوم النصر يدخل هذا اللقاء وسط العديد من الغيابات، تاليسكا أبرزها للإيقاف بالإضافة إلى إصابة كل من بيتي مارتينيز
وألفارو غونزاليس والعديد من الغيابات بالنسبة لقائمة النصر، لعل وجود كذلك الحارس أوغستين روسي في دكة البدلاء، معتمدا اليوم رودي غارسيا على نواف العقيدي في حراسة المرمى، الجانب الأيمن سلطان الغنام، الجانب الأيسر كونن، أمامهم وبينهم مادو والعمري، أمام في الصورة الكبير جدا تشيلي خوسيه لويس السيارة الذي يتطلع بالذهاب بعيدا مع الوحدة، بالذات أنه في مركز بعيد، نحن نتحدث عن المركز 13 وبرصيد 15 نقطة. جوستافو والخيبري، سامي النجعي، مشاريبوف على الجانب الأيمن، وعبد الرحمن غريب على الجهة اليسرى، وكريستيانو رونالدو وحيدا في المقدمة بلا تاليسكا في هذه المباراة بعد أن طرد في المباراة الماضية أمام الفتح. بينما فرسان مكة يدخلون هذا اللقاء بعبد القدوس عطية الذي يعوض منير المحمد الذي ما زال غائبا للإصابة، أمير كردي، أوسكار دوارتي، علي مكي وإسلام هوساوي رباعي الدفاع، أنزلمو، وليد بخشوين، وضاح يحيى النجعي وهزاع الغامدي، بالإضافة إلى فيصل فجر يعود في مباراة اليوم بعد أن غاب للإصابة. وفي المقدمة هناك جيرسون ليل رودريغيز اللاعب القادم من لوكسمبورغ، خطأ لمصلحة الدون، خطأ من نصيب كريستيانو في هذه اللحظات. الانطلاقة كانت حاضرة والشد كان موجود في هذه الصورة على علي مكي. الدون يتطلع بأن ينطلق أكثر مع النصر، وإذ بدأ بأول أهدافه مع العالمي في مباراة الفتح في الأحساء، المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدفين، والتي لا شك بأنه يتطلع من خلالها للذهاب بعيدا بالنسبة للنصر كصدارة لا زال يمتلكها، وإن بدت مؤقتا بعد عدد المباريات للشباب، وكذلك في ظل التنافس مع الاتحاد والهلال في هذه اللحظات. كرة بتصل إلى نواف العقيدي في حراسة المرمى اليوم يفضل رودي غارسيا أن يكون في دكة البدلاء. روسي، وتعلمون أن منذ إصابة أوسبينا وكذلك حقيقة ألفارو كانت هناك معاناة على مستوى الدفاع بالنسبة للنصر، لكن يحاول رودي غارسيا ترتيب الأمور وترتيب الأوضاع الدفاعية، معتمدا اليوم الدون وحيدا في المقدمة. بينما عبد القدوس عطية يحمل مرمى وسط غياب منير محمدي، العديد من الغيابات بالنسبة للوحدة في مباريات اليوم، لكن التقدم الآن حاضر من هزاع والتقدم الآن، والكرة بتوصل من لاعبي الوحدة، عادت الكرة من جديد، محاولة قائمة وإرسال الكرة، التغطية حضرت من مشاريبوف، لكن الكرة ما طالت وصلت مباشرة من كونن، يرسل الكرات للأمام مع خطأ يحتسب في هذه اللحظة، أو أن الكرة فعلا تجاوزت الخط الجانبي للملعب لتكون رمية جانبية من نصيب الوحدة. غيابات الوحدة اليوم: عبدالله الحافظ، منير المحمدي، على حجي، نور رشيدي، محمد القرني، دافيد بوغل اللاعب الفرنسي في خط المقدمة كذلك يغيب عن مباراة اليوم للإصابة، لكن هناك عبد الكريم يودا موجود في الدكة بالنسبة لخوسيه لويس سييرا. رمية جانبية عند الليفواري جيسلان كونان، يحول كرة إلى كريستيانو رونالدو، عادت الكرة من نصيب وارتي، خطأ لمصلحة الوحدة، سلطان الحربي
وعلى الفي اي ار في هذا المساء تركي الخضير لمباراة اليوم. خطأ من نصيب الوحدة، أفضلية واضحة بالنسبة للنصر على مستوى المواجهات الماضية. كرة بتوصل على طول، فيها انطلاقة حاضرة بالنسبة للوحدة لكن قطعت مباشرة لكريستيانو رونالدو. خطأ من نصيب الدون وعلى علي مكي. خطأ لكريستيانو رونالدو. هذه المواجهة التاريخية في عهد المحترفين رقم 20 ما بين النصر والوحدة. تفوق نصراوي وصل إلى 13 انتصار، آخرها كما تذكرون في افتتاح الدوري في مباراتهم في مرسول بارك التي انتهت بهدف لبوبكر مقابل لا شيء، بينما نحن في مباراة العودة وفي افتتاح الدور الثاني توج من خلاله النصر بالأرقام وبالعلامة التي قالت لا شك الإعجاب على مستوى الأداء الهجومي بالنسبة للنصر ب34 نقطة. نحن نتحدث لبطل الشتاء نادي النصر، يبدأ مهمته في الدوري الثاني. كرة بتوصل على طول من جديد على الجهة اليسرى مشاريبوف، مرة أخرى انطلاقة لكونان، الكرة تذهب مباشرة إلى الخارج. النصر عنده 34 نقطة وذات الحال للاتحاد، لكن واقعيا يعتبر النصر متصدر مع الاتحاد بنفس الرصيد وعدد المباريات، ويتفوق بفارق 5 أهداف عن الاتحاد، 30 يسجلها هجوما، 8 فقط في شباكه بالنسبة للنصر. يبدأ بركلة الزاوية الآن لجلال الدين مشاريبوف على تنفيذ ركلة الزاوية مع تحذيرات سلطان الحربي في هذه اللحظات بالنسبة لعدم الاشتباك، لكن الآن كرة بتوصل على طول وتبعد في وسط الميدان. كرة وحداوية، تغطية ناجحة نصراوية، مشاريبوف، جلال الدين للخلف، سلطان الغنام، تحرك يقوده مادو يبحث عن المساندة، ينتظر الضغط من لاعبي الوحدة وترك مواقعهم، ما نسميه بسحب الفريق الأحمر هنا في ملعب الذي يسمونه ملعب النار. كرة بتوصل على طول إلى كونان، بيرسل كرة، تغطية ناجحة من مكي، عادت الكرة لكنها طويلة على الدون، بتروح إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الوحدة. للوحدة فقط 3 انتصارات في عهد المحترفين، آخرها كان بهدف أنسلمو في 2019، بينما 3 تعادلات و13 انتصار للنصر جملة المواجهات 19. كرة لمصلحة النصر في الجانب الأيمن، نجعي، تمريرة باتجاه كريستيانو على الانطلاقة منتظرا المساندة، تأتي المساندة متأخرة على طول باتجاه غريب، فرصة للتسديد لكنها بتمر إلى خارج أرضية الملعب. عبد الرحمن غريب سجل هدفين، الأول أهدافه كان في الهلال وبعد ذلك في الباطن، صنع هدفين أمام الخليج والفيحاء، ربما ينتظر منه أن يقدم المزيد بالنسبة لعشاق النصر. كرة بتوصل على طول، بالذات في ظل غياب تاليسكا عن مباراة اليوم وبيتي مارتينيز، غريب بيمر الكرة، ينظر إلى نجعي، إلى غريب، إلى جوستافو، إلى مشاريبوف، لكن في النهاية هنا أنسلمو دي مورايس، نجاح بالمرور من أمير كوردي، عادت الكرة مع
مرور ناجح وإرسال كرة لكنها تصل سهلة عند نواف العقيدي. أنسلمو مباراة لا شك أنها خاصة لأنسلمو دي مورايس على الجهة اليسرى. مادو نواف العقيدي، وصلت الكرة من جديد على الجانب الأيمن، كريستيانو للخلف، لويس جوستافو، مادو، مشاريبوف. أجواء جماهيرية رائعة جدا هنا في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هنا في مكة، وحضور جماهيري كبير جدا منذ الساعة الخامسة، والكل قد حضر وأخذ مواقعه في انتظار هذه المواجهة، وبالتحديد انتظار الدون. الكرة بتوصل من مشاريبوف، كانت سهلة في أحضان عبد القدوس عطية. كرة بتوصل وحداوية، إسلام للخلف، وصلت الكرة، كريستيانو للتهديف. التغطية حضرت في التوقيت المناسب من أوسكار دوارتي. ينجح الكوستاريكي وبعد عودة من إيقاف تسديدة صاروخ ماديرا، التحرك الآن للجهة اليسرى لكنها سهلة في أحضان نواف العقيدي. حلوة المحاولة، تشعر أن المباراة وسط هذه الأجواء الحية والمفعمة بالحياة والحيوية هنا في المدرجات من الأنصار، من العشاق، من المؤازرين، من الحضور الفخم بصراحة هنا من الجماهير تنتظر مباراة مثيرة وممتعة. كذلك يفعل الآن سلطان الغنام، ينجح بالمرور، أعطى الأدفانتج، مر غريب بيحضر الكرة، بتصطد وتصل لمصلحة نادي الوحدة. كرة على الجهة اليسرى، إسلام هوساوي يرسل كرة، التغطية موجودة من أمام جيرسون ليل رودريغيز مع كرة أصبحت رمية جانبية نصراوية. هذه الكرة الأولى بالكعب، وكان قبلها كان في فاصل من المهارة، هنا تسديدة الدون، لكن ظهور لأوسكار دوارتي في التوقيت المناسب أمام كريستيانو منقذا هذا الكوستاريكي. الموقف خبرة 4 مونديالات لأوسكار دوارتي. كرة بتصل من مادو، عبد الإله، جوستافو، لويس أرسل كرة لكريستيانو رونالدو، يتركها على طول الخيبري إلى أقصى الجهة اليسرى. مشاريبوف يتحرك، جلال الدين يفكر بالمرور، ينتظر الكرة من كونان، عالية سهلة في أحضان عبد القدوس عطية. كان له سر الفوز على الضمك في مباراة الكاس، قدم مباراة كبيرة. عبد القدوس عطية، كرة بتوصل على طول، مادو، جوستافو، نجعي، مشاريبوف، سامي مرة أخرى، كونان، وصلت الكرة إلى عبد الإله العمري، تحرك في وسط الملعب. آخر مباراة أقيمت هنا كانت قد انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، حمد الله وديمتري، وآخر انتصار كان له رباعي بالنسبة للنصر هنا في أرضية هذا الملعب، لكن آخر انتصار وحداوي كان بهدف أنسلمو في 2019. كرة بتصل على الجانب الأيمن، أمير كردي،
ترسل عالية وصلت إلى كونان ليفواري ذو 20 سنة، وهو بالمناسبة قد تصدر أعلى اللاعبين في الدور الأول تقييما، وعلى فكرة أعلى 3 لاعبين في تقييم الدور الأول نصراويين. كونان أولا 8.5، تاليسكا 7.8، نفس ذات الرقم حصل عليه جوستافو. بالتالي يتطلع ضمن القائمة العامة، تكلم عن 3 لاعبين نصراويين نجوما في التقييم العام للدور الأول. كرة بتوصل، لكن لا شك أن غياب تاليسكا اختبار حقيقي للدون ورفاقه. عندنا خطأ وعلى إثرها نعم بطاقة صفراء على أوسكار دوارتي، لا أعرف إذا كان قد نال البطاقة. ردة فعله كان غاضب، لكن لم يمنح البطاقة، ورأى سلطان الحربي أنها فقط تستوجب خطأ لمصلحة النصر. كريستيانو، صاروخ ماديرا، نصر الدون العالمي الأفضل الأسطورة على تنفيذ خطأ، يجد راحة وارتياح في أن يكون حاضراً في التنفيذ في هذه الأمسية. كريستيانو رونالدو يتطلع لثاني أهدافه مع النصر بعد أن سجل في المباراة الماضية، الآن يسدد كرة اصطاد وتصل إلى ركل الزاوية بعد أن نجح الجدار الأحمر في إنقاذ الموقف. ركل الزاوية لمصلحة الدون، لمصلحة النصر. نصر الدون لا زال يستمر في هجومه ولا تشعر للأمانة. طبعا لا شك أنه تأثير كبير لأندرسون تاليسكا وغيابه، ولكن تشعر بأن النصر حاضر وسط الدعم الجماهير الكبير. كرة فيها حالة تسلل كانت قد رفعت على جلال الدين ماشاريبوف. الجانب الأيمن، تقدم من علي مكي، يرسل كرة فيها تغطية من عبد الله العمري مباشرة للعقيدي نواف، أمن على الكرة لإرسالها إلى رمية جانبية. نواف العقيدي حارس المنتخب الأولمبي ودائما ما يكون حاضرا مع كتيبة سعد، وكان متجليا حتى في الفترات من بعد إصابة أوسبينا. لدينا الآن أمير كوردي على تنفيذ التماس، كرة بترسل على طول، محاولة تسديدة، الله يا جيرسون، الله على كرة أنقذها القائم يا نواف، أنقذها القائم يا عقيدي. الأخطر في المباراة، الأخطر في المباراة طبعا طبعا طبعا، ومن غير القادم من لوكسمبورغ، من غير جيرسون ليل رودريغيز، هذه اليسارية التي لم يتكفل بها إلا القائم كانت رايحة وفاتت وعدت من أمام نواف، والقائم أنقذ مرمى النصر. مادو يرسل كرة بالصدر، عادت الكرة وحداوية، جميلة كانت الفكرة من فيصل فجر، لكن الكرة ذهبت إلى الخارج. لاعب يرغب بترك الإضافة بالذات بعد عودته من الإصابة. الكرة بتوصل من أمام دفاع الوحدة، محاولة من جلال، عادت الكرة لكريستيانو على الاختراق، المرور الأول الناجح، لكن التغطية بعد ذلك.
كريستيانو يضغط يكسب النصر الكرة على طول باتجاه غريب. عبد الرحمن للخلف، كونان مادو يرسل كرة إلى أقصى الجهة اليمنى. سلطان تحضير مثالي مع جلال الدين، عادت لدى لويس كوستافو. لويس يتحرك، مادو على الجهة اليسرى، كيسلان كونان يرسل كرة باتجاه سامي النجعي، تغطية من أمام سامي، يكسب النصر رمية جانبية. لاحظ الضغط على حامل الكرة بالنسبة لكتيبة الرودي غارسيا، تكسبه الوقت والمساحة والخطورة الدائمة. بالسلامة إن شاء الله عبد الرحمن غريب، واقع على أرضية الملعب. هنا في البداية الشد كان من أمير كردي، فكر بهذه الكرة جيرسن تسديد فعلا وفعل ذلك. الكرة الأخطر كانت التغطية غير لصيقة بالنسبة لمادو، نجح بدهاء وذكاء جيرسون المراوغة والمرور ثم التهديف، ولكن القائم أنقذ مرمى نواف العقيد. كرة بتوصل على طول لمصلحة كريستيانو، لمسة باتجاه غريب باتجاه الدول، بيسدد، الله! كالقمر لا يغيب مطلقا، اي والله هو كالقمر لا يغيب مطلقا، بالاسم والتاريخ والشخصية والتأثير والأهداف ايضا. صاروخ النصر بدأ بالقصف، بدأ بالعصف، لقد بدأ ولن يتوقف. الله على الخذوهات، والله على صاروخ ماديرا وصاروخ النصر، إذ يضرب الآن ويقصف الآن ويعصف الآن ويعلنها. أنا الدون، أنا العالمي، أنا النصر، والنصر أنا. هيا بنا للمجد من جديد، صفق، لقد بدا نصر الدون، لقد بدا السين، لقد بدا الاحتفال، لقد بدا الصوت يدوي في المدرجات كما استمعتم، لقد فعلها. ومن كرة متحركة، الله على الروح، الله على الطاقة، الله على الحماس، الله على القيادة. يا جماعة هذه صفاته، يا جماعة هذه شخصيته، يا جماعة أنت تتكلم عن الكاريزما، عن التأثير، دائما ما يتركه. لقد بدأ منتشيا معلنا هذه الأيام، الأيام الجميلة، أيام النصر، وأعلنها أنا النصر، والنصر أنا، أعلنها أنا عالمي. وهكذا يبدأ العالمي، أول عالمي يضرب بالأول، يضرب بالأول، واسمعوا صوت مدرج النصر، نصر الدوم. والحماس والإثارة يا جماعة، الليلة جاي سلطن، جاي يمتع، جاي يستمتع، جاي يطرب، جاي يقود النصر إلى اعتلاء الصدارة من جديد، ويستمر بها معلنا بأول أهداف اللقاء وثاني أهدافه العالمي مع العالمي. كرة بتوصل على طول من خيبري باتجاه مادو، يسقط على الأرض، يخسر كرته مع جيرسون. مباراة مثيرة ومثيرة للغاية والصعبة
بالنسبة للوحدة وسط هذا الدعم الجماهيري الوحداوي للحمر، وكذلك النصراوي الكبير جدا هنا في ملعب النار. كرة بتوصل على طول للجهة وليد باخشوين، يتحرك القائد والليدر يبحث في هذا التحرك من خلاله هزاع. الكرة بتصل من جديد على الجانب الأيمن، الكرة طالت على أمير كردي وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ عندك الإضافة التي يقدمها وبالأرقام كريستيانو رونالدو، أبداً بكرة خذ وعاد رائعة مع غريب، ضرب فيها الدفاع الوحداوي وأعلن النار وأشعلها هنا في ملعب النار بهدف أحيا الأجواء الرهيبة هنا التي يتركها جمهور العالمي. كرة على طول قشعريرة بصراحة. باسمه يرددون وبالاسم والتاريخ والشخصية والتأثير والأهداف حضر وأعلنها، تقدم نصراوي بهدف مقابل لا شيء. هذه الكرة في حالة تسلل على انطلاقة إسلام هوساوي. نواف رغم كل الغيابات بصراحة تشعر بهذه الأجواء الجماهيرية النصراوية على مستوى المدرجات، وتشعر كذلك بتأثير كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم بالتحديد. أنا كنت أقول بأن كان البعض يعتقد بأن مع كريستيانو تضمن الفوز أو هكذا كانوا يعتقدون، لكن لا شك أنه كان يحتاج إلى تجاوز البداية وقد فعلها. ولا غريب بيحضر الكرة من جديد، الكرة داخل الصندوق في نجاح رائع في الإنقاذ بالنسبة لإدواردي. عادت الكرة لغريب من جديد، لمسة مع عبد الله خيبري، الخيبري للخلف مع سامي مادو منه باتجاه العمري، عبد الإله كرة في العمق، الخيبري بيمر الكرة مع كريستيانو رونالدو بالصدر مشاريبوف. الله 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 على كرة كانت جميلة لكن كانت باتجاه سلطان الغنام بصعوبة وصل، لذلك كانت العرضية سهلة لدفاع الوحدة. الخطر أمام الوحدة مستمر بما أن الدون يستقبل الكرة وسطهم ويتحرك ويراوغ ويمتع، والكرة الأخيرة كانت مرت من أمام جلال الدين مشاريبوف إلى الخارج. كثير من التأثير، هذه الصفة اللي اعتدنا عنها كريستيانو رونالدو، اللا استسلام، الصمود، الحماس، القوة، الطاقة، الإضافة. لكن هذا أيضا يتركه جيرسون في هذه اللحظات في الجانب الأيمن مع يحيى النجعي، وجيرسون كرة خطوات، جيرسون ما زال يحافظ على كرته، ما طالت، ما زالت في الصندوق، والتغطية حضرت عن طريق كونان الأفضل في الدور الأول بالتقييم، ينجح في إنقاذ الموقف مع خطأ احتسب لمصلحة الخيبر. هنا الكرة اللي توغل من خلالها سامي النجعي، وهكذا كانت اللقطة بأمر استمرار سلطان الحمر. حربي أمر بالاستمرار من سلطان الغنام الآن، العمري للخلف، عادت الكرة، كونان خطأ
لمصلحة النصر. ومن نصيب عبد الله الخيبري في وسط الملعب. السلام إن شاء الله. الالتحام كان بين الخيبري وأنسلمو مع هذا الكم الهائل من الحماس والرغبة التي يتركها هذا الجمهور. هكذا كان الاصطدام والتدخل من أنسلمو على عبد الله الخيبري. الله على الدون، هكذا أعلنها. أنا الدون، أنا العالمي، أنا النصر، والنصر أنا. وقد انطلق على طريقته الخاصة بهكذا ضربة. صاروخ النصر انطلق ليقصف، ليعصف، ليعطي الأفراح ويقول هيا بنا للأمجاد من جديد. صرخة النصر، هكذا عنوان الصورة، صرخة النصر. وبدأ نصر الدون هكذا، بهكذا صورة عنوانها. بدأ نصر الدون بالانطلاق. نصر الدون مختلف تماما بهذا الوهج في هذه المباراة، كأنه يقول بدأت من هذه المباراة، هكذا أعلنها. نعم سجل، لكن من علامة الجزاء أمام الفتح، مدركا التعادل، مانحا النقطة الأولى معه للنصر، والآن معه يتمكن مع مرور الساعة وأمام أنظار الكبير جدا تشيلي خوسيه لويس سييرا بأن يعطي السعادة الأولى والنصر الأول. دون النصر أمام سييرا، كرة بتوصل على طول على الجهة اليسرى. إسلام، البحث مستمر لمحاولات هزاع، بيرسل كرة مع فيصل فجر، كرة من وليد، تحضرت خطيرة للوحدة داخل الصندوق، والحربي أمر بالاستمرار. الكرة من جوستافو وصلت للدون، هيأهل نفسه وتقدم على الجانب الأيمن. غريب يطلب أحد يفتح معه في الجانب الآخر، انتظر تمريرة لكنها كانت قصيرة لم تصل للغنام. عادت الكرة من جديد. حي المباراة وجميل المباراة ومثيرة من البداية، إثارتها نصر الدون أعلنها من البداية. كرة بتوصل على طول من جديد، وصلت الكرة إلى ركلة الزاوية لمصلحة النصر من أمام أمير كردي. هنا الكرة التي حاول من خلالها يحيى النجعي، ركلة الزاوية عند غريب، ركلة الزاوية الثانية لمصلحة النصر. غريب على تنفيذ الكورنر، النصر يبادر للهجوم لإضافة الثاني. الكرة بتوصل على طول، إبعاد موفق من عبد القدوس عطية. عادت الكرة من مشاريبوف الغنام، نواف العقيدي، نواف يرسل كرة عالية بالرأس خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة الوحدة. هذه اللقطة لا شك أنها معبرة، يتضح لكم أن لا يتمكن من الرؤية، وبالتالي هو يشرح له من به بالجوار ماذا يقدم كريستيانو رونالدو في هذه اللحظات. لقطة معبرة للأمانة، الكل جاي يستمتع حتى وهو لا يستطيع رؤية الدون، لكنه يسمع التأثير والإثارة التي يتركها كريستيانو في أرضية الملعب. إنه يستمتع سمعا
بأنغام يقدمها بأقدامه كريستيانو رونالدو، معلنا الهدف الأول للنصر، معلنا التناغم والنغم بالنسبة للعالم في مباراة اليوم. فارس نجد أمام الفرسان يتقدم كما وكيف بالهدف الأول، وكذلك كيفا بالعرض، العرض الجاد، العرض الهجومي الكامل، الكرة بتوصل على طول، التغطية حضرت من دفاع الوحدة. الوحدة لديه محاولة واحدة فقط كانت عن طريق جيرسون، عدا ذلك طبعا أنقذها القائم، لكن هل من ردة فعل لكتيبة سييرا؟ عندنا خطأ لمصلحة النصر ومن نصيب سلطان الغنام، فيها لمسة يد على لاعبي الوحدة. وصلت الكرة، كونان مشاريبوف على طول ماشى للخلف، كونان وصلت الكرة عند العمري، سلطان الغنام تستمتع بصراحة مع النصر في هذه المباراة. أظهر كريستيانو الشخصية المعتادة حيث ينتظر منه ويعول عليه كهداف، كقائد، كالروح للفريق، ظهر بها من البداية ومن الوهلة الأولى، والحقيقة حتى منذ نزوله للإحماء ترك تأثيرا كبيرا في أجواء المدرجات. شعرنا بأنه في هذا المساء يتجلى، وقد تجلى كالقمر في الهدف الأول، وما زال هو السيد الملعب حقيقة بتحركاته وتوجيهاته وعفوانه الهجومي، وكذلك أداء الجماعي، الروح والطاقة والقيادة، وكذلك الزخم الذي يعطيه معنويا أرضا ومدرجة. ظهر به كريستيانو رونالدو في المشهد الماضي، وما زال لا شك أنه سيستمر في هذه اللحظات. عندنا خطأ، يتطلع فرسان مكة للعودة إلى المباراة. على فكرة الوحدة من الفرق الصعبة هنا في ملعب النار. المباراة الوحيدة التي خسرها الوحدة هنا كانت أمام الفتح بهدفين مقابل لا شيء. كرة بتوصل على طول إلى نواف العقيدي، في أحضان نواف، يظهر نواف رغم ما كان قد تعرض له النصر من إصابة أوسبينا ومن وجود روسي في دكة البدلاء. كرة بتوصل على طول، انطلاقة لغريب، والخيبري يكسب خطأ من نصيب الخيبري على أمير كردي. العمري يتحرك، سامي، لويس جوستافو، كرة بتصل، فجر حاول ضرب الدفاع، سهل الكرة عند نواف العقيد. الوحدة يعاني من قدرة كاملة للنصر على الهيمن على وسط الميدان، كذلك التحرك والتحرر بالراحة من الآن النجعي. الكرة بتوصل، تناغم غير عادي ما بين مثلث سامي النجعي وغريب ومشاريبوف، يتحركون كما يريد جوستافو والخيبري، وكما كذلك يوجه كريستيانو رونالدو. ركلة الزاوية عند مشاريبوف، ماشا بانتظار إرسال كرة عالية، كرة بترسل، نجاح في الإبعاد من دفاع الوحدة
عادت الكرة للخلف عند نواف العقيد. فقط محاولة واحدة كانت في القائم من جيرسون، عدا ذلك النصر يهيمن طولا وعرضا على ملعب النار. كرة بتوصل عبد القدوس عطية، كيف سيتعامل السيارة مع هذا الموقف؟ تشعر بأنه بصعوبة يوصل الكرات إلى وسط الميدان، ودفاع النصر بارتياح كامل مع أسلوب الرودي غارسيا الذي يبدأ بالضغط على حامل الكرة من أجل إراحة الدفاع. والحارس نواف، نواف يرسل كرة عالية وصلت عند النجعي. سامي صاحب هدفين في الدوري، سامي في ضمك والباطن وصنع ثلاثة. كرة بتوصل عند غريب صانع هدف. الله نصر الدون، نصر الدون هكذا وبهذا الصوت. مرة أخرى الله أنت التاريخ. إن في النصر لحياة، حياة. الله غريب، سامي ثم كريستيانو انطلق كالصاروخ وضرب بالثالي. الله إنه الدون العالمي. النصر أنا عالمي، وهكذا أعلن أنا نصراوي، أنا الدون والنصر هنا. هكذا يطلقها ويعلنها على طريقته الخاصة. يا جماعة، لاعب كبير، هيبة وتاريخ وتأثير وأهداف، والسي بهكذا رددوا وأعلنوا ثاني. الله، بدت الليالي مع كريستيانو رونالدو. حقيقة ليست فقط ليالي النصر، بل هي ليالي تسمع في كل مكان بصوت السي. هكذا يخبره ما حدث. لقد حدث أن عزف مرة أخرى على خيوط الشباك وأطلق أغنية السي لجمهور النصر مرة أخرى. هذه الليالي ليالي دوري روشن، هذه الليالي لكل الجماهير العاشقة لكرة القدم، ليست فقط للنصر وحده. كريستيانو كله هنا نصراوي، وكله هنا للمتعة والإثارة والتهديف. يلتذر لا يبدو أن فيها حالة تسلل في الوهلة الأولى على الأقل، لكن لا شك أننا ننتظر الصورة الأوضح وكذلك تحديد ذلك. لكن الوهلة الأولى لا يبدو أن فيها حالة تسلل. سنرى إن كان سيؤكد الفي آر لسلطان الحربي ذلك أو لا. لكن ليلة يصنعها كريستيانو رونالدو ويجعل النصر المنتظر على أرض الواقع إثارة وأهداف ومتعة وقوة وشخصية وانطلاقة. انطلاقة لا يبدو أنه في حالة تسلل، على الأقل في هذه الصورة من هذه الزاوية. لذلك انطلق وتقدم وسجل. نعم، هو كالقمر لا يغيب مطلقا، لا يغيب مطلقا. نصر الدون، نعم نصر الدون يطلق الصرخة مرة أخرى. ليلة عظيمة يا عالمي، ليلة عظيمة يا كريستيانو، وبداية كبيرة للدون، بداية كبيرة
لصاروخ النصر. لقد بدأ بالقصف مرة تلو أخرى وبدأ بالعصف ويعلنها: أنا هنا، أنا عالمي، أنا الدون، وأنا النصر، والنصر أنا، والنصر أنا، والنصر أنا، النصر أنا. يتقدم وهكذا يعطي الإثارة في هذه الأجواء وفي هذه الحفاوة الجماهيرية الكبيرة من جماهير النصر. الله يا كريستيانو، الله على هذه الأجواء، يجعل المحيي النصراوي يبتسم. هكذا قلت لكم أنها من الوهلة الأولى، لا يبدو أن في حالة تسلل، لأن هناك مكي كان قد كسر ذلك. على المحيي النصراوي ابتسامة عريضة وفي قلبه فرحة كبيرة لأن يرى كريستيانو يظهر في مشهد تستطيعون أن تقولون أن هذه المباراة انطلاقته الحقيقية. لقد أعطى الدعم والإثارة والقيادة والتأثير والحماس وأعطاهم هدفين ولا أحلى ولا أكمل من كل حدب وصوب. قد جاء الوحدة أمام الفرسان. قال فارس نجد في هذا المساء: كريستيانو رونالدو من الجهة الأولى وبقدمه اليسرى يسجل، ومن الجهة الثانية وبقدمه اليمنى يسجل. يضرب ويضرب ما بين الأقدام يا عبد القدوس عطية هذه المرة، ويعطي السعادة، كل السعادة للمحيي النصراوي. شوط ولا أحلى ولا أجمل ولا أكمل. غاب تاليسكا، غاب بيتي مارتينيز، غاب ألفارو غونزاليس، لكن النصر بمن حضر، وحضر بالدون في مباراة اليوم ونجح بإعطاء التقدم والسعادة مرة تلو الأخرى في شوط كامل مكمل فيه القمر اكتمل. كرة بتوصل الوحدة، شوط للنسيان، شوط كانت تحت الحصار بشكل كامل، فقط البداية وكرة جيرسون التي ضربت في القائم. عدا ذلك يشعر بصعوبة كما ذكرت لكم بالوصول إلى مشارف مناطق نواف العقيدي. خطأ لمصلحة الوحدة، ربما ينجح بالجزئيات البسيطة التي سيعتمدها أتشيلي خوسيه لويس سييرا على مستوى الكرات الثابتة والكرات الطويلة. كرة بتوصل من جديد، جو نصراوي عالمي فريد هنا في مكة. كريستيانو يتجلى ويضرب ويعطي السعادة لفارس نجد. الفرسان، هل من ردة فعل أمام فارس واحد؟ ولكن كريستيانو رونالدو مش أي حد، فارس نجد معه الدون، فمن تملكون؟ يضرب ويتجلى. الفرسان، هل من ردة فعل؟ كرة في الجهة اليسرى، سلام هوساوي، فجر فيصل بيحاول في كرة، الكرة ما زالت عند جيرسون، التغطية من الغنام، ينجح الجيرسون بإعادة الكرة لفيصل فجر. أنسل متائح في وسط الميدان، وصلت الكرة للجانب الأيمن، كوردي حاولت المرور، نجاح لسامي النجعي بالحصول على كرة. الحكم المساعد احتسب رمية جانبية نصراوية. رمية جانبية لمصلحة النصر. كونان فذوهات مع الدون، الكرة تعود عند مادو. توجيهات كريستيانو بنقل الكرة للجانب الآخر،
فعلى ذلك نواف العقيدي لتصل عند الغنام يا جماعة قائد، بتوجيهاته، بأهدافه، بتحركاته، بطلب الكرة. الكرة عند سامي، هياها، ينتظر كريستيانو. الكرة عند ماشا، ماشاري بوف، حولها لكريستيانو، يفكر بالمرور، ما زال يحافظ على كرته بالكعب باتجاه عبد الله الخيبري. شوط سلطن فيه كريستيانو، تجلى ووضع المهمة سهلة للرودي غارسيا. الوقت بدل ضايع انتهى، وشوط أول انتهينا فيه إلى نصر الدون يتجلى في مكة. كريستيانو رونالدو أظهر اسمه وتاريخه وشخصيته والكاريزما والتأثير والأهداف ليجعل صاروخ النصر شوط أول يتقدم فيه بهدفين مقابل لا شيء، وسط أجواء فخمة هنا في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هنا في مكة. عبد العزيز البكر، كريستيانو رونالدو واسمه يردد هنا في ملعب النار. لقد ابتسم أخيرا ابتسامة النصر معلنا أنه التاريخ. العزيز، أي شوط تركه كريستيانو رونالدو هنا في مكة، هنا في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، هنا في ملعب النار. لقد أضاء كالشمس التي تمحو الليالي، هكذا أعلنها وهكذا ظهر في شوط أول. تجلى وتسيد وهيمن على المشهد ليجعل في هذا المشهد الكامل جو عالمي هنا في الشرائع. هكذا يكون قد ظهر لينجح بتسجيل هدفين وأكثر من ذلك، ليجعل في هذه المدرجات حياة فريدة، هي الحياة التي انتظرناها منذ وصوله. هو الذي منح النصر هدفين في هذا المساء، وكأنه يقول ابدأوا الحسابة، هدف في المباراة الماضية والليلة هدفين، وأكثر إثارة وتشويق ومتعة وعرض ليكون هذا النصر، النصر الكبير في هذا المساء يظهر. وسط في الصورة عيسى المحياني كما ترون، واحد من الأسماء الخالدة والتي أيضا كان قد ترك ذكريات في مواجهات النصر في أيام الوحدة التي تذكرون فيها، قد كان منافسا للدوري قبل أن يفقد اللقب لصالح الاتحاد، لكنها فترة لا تنسى بالنسبة للمحياني. حضر ولا شك أنه استمتع بنصر الدون، استمتع بما قدم من عرض غير عادي، أهداف ومتعة وسلطنة وهيمنة مطلقة على الشوط الأول، جعل الجميع يحتفي بأهدافه وبحضوره اللافت البراق في هذا المساء. يستمر الدون، صاروخ النصر، صاروخ ماديرا في هذا المساء، بينما الجانب الآخر لسييرا يدفع بالأوراق. عبد الكريم يودا أمامكم في الصورة يظهر ليكون ضمن القائمة الهجومية مع جيرسون في هذه اللحظات. لابد أن يتحرك تشيلي خوسيه لويسييرا
بالدفع بالأسماء، لأن ما ترك كريستيانو رونالدو والنصر في الشوط الأول يصعب الوقوف أمامه مكتوف اليد، يجب التحرك. كريستيانو رونالدو في الدقيقة 21 والدقيقة 40 أعلن على الجميع الآن أن يبدأ بالحساب. بدأ زمن التاريخ للمستقبل مع النصر ليصنع ويصنع ذاته ويعود إلى واجهة الأحداث العالمية مع العالمي. في المقابل يستمر النصر بنواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، مادو والعمري وكونن، أمامهم جوستافو والخيبري، سامي النجعي، مشاري بوف وغريب، وكريستيانو رونالدو يحرك كل القائمة والمدرجات. في الجانب الآخر إدخال عبد الكريم يودا بالنسبة لخوسيه لويس سييرا مع جيرسون وفيصل فجر والنجعي وباخشوين وانسلمو، بالإضافة إلى الآن هجوم عبد القدوس ينجح في الحصول على كرة الهدف الثالث الذي تقدم من خلالها غريب، لكن نجاح لعبد القدوس عطية في إنقاذ الموقف. يا لها من أجواء ويا له من ملعب يكتمل جمهورا ويكتظ بذلك من عشاق وأنصار النصر في هذه الأمسية. كرة بتوصل عند نواف العقيدي، الوحدة عانى كثيرا بدفاعه أمير كردي ودوارتي ومكي، وإسلام هوساوي يعتمد على أنسلمو بالتحديد لإيقاف هذا المد. كرة بتوصل من سامي على طول إلى كونان وعرضياته، عرضها لكن التغطية حضرت، عادت الكرة من ماشا، التغطية من جديد نصراوية، دون يحرك الكرة ويحرر النصر هجوميا للتقدم أكثر، ماشا بيحافظ على كرته مقطوعة في النهاية وسط صيحات الجمهور ودون. كرة على طول للجهة اليسرى، جيرسون ليل رودريغيز بيحاول في كرة مع عبد الكريم يودا، الكرة بتصل نصراوية والطول تصل إلى رمية جانبية لمصلحة الوحدة. الرودي غارسيا يطالب بالعودة للفار، هذه اللمسة في وليد باخشوين، هل كان هذا الأمر بالنسبة لسلطان الحربي متعمدا؟ لذلك يطلب منهم الهدوء. سنراجع اللقطة وسنرى إن كان فيها إكمال اللعب أم قرار فيها. وليد باخشوين يعود في مباراة اليوم وهو قائدا للوحدة، لا شك أن هذا في خضم هذه الأحداث الفريدة هنا في المدرجات. سيعود للتقنية، تركي الخضير طلب منه أن يذهب لمراجعته. الكرة جاءت من الأعلى بين مشاري بوف ووليد، هكذا هي الإعادة، ننتظر قرار سلطان الحربي. لكن أجواء رائعة هنا في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هنا في مكة المكرمة، والشمس تشرق وتمحو الليالي بحضور كريستيانو رونالدو الطاغي في الشوط الأول ليسجل هدفين ويعلن لقد بدأ نصر الدون. هذا الإعلان يتواكب مع رغبة النصر بالذهاب بعيدا في هذا الموسم مع كريستيانو،
سجل هدفين وينتظر قرار سلطان الحربي. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء هكذا احتسبت، لأن لمسة اليد. أوه الهاتريك، الهاتريك يتطلع لأول هاتريك له مع النصر بعد هدفين، ولا أروع ولا أجمل ولا أكمل في الشوط الأول، لكن هكذا يظهر كريستيانو رونالدو في الشوط الأول، وهكذا سيبدأ في الشوط الثاني. سلطان الحربي، كريستيانو، شمس النصر تسطع ليلا في الشرايع، وصاروخ النصر انطلق كالصاروخ فعلا في هذه الأمسية. في مساء فيه عزف نصراوي فريد بأقدام لاعب فريد تجلى، يا له من مشهد الآن. الهاتريك الأول له مع النصر، إن كان سينجح بفعلها أمام عبد القدوس عطية في ليلة الدون، نصر الدون يضرب معلناً. كريستيانو أولاً، كريستيانو ثانياً، كريستيانو يتقدم للثالث. ليلة كبيرة ولحظات كبيرة في هذه الأجواء. الدون رابع أهداف في الدوري، يأخذ أنفاسه وينتظر إشارة سلطان، سلطان المساء. كريستيانو رونالدو يتقدم ويضع الكرة. نعم نعم نعم، هيا بنا إلى رونالدو، كريستيانو رونالدو. نعم نعم نعم، هكذا إذن يظهر ويتقدم كالشمس في هذا المساء لا تغطى بغربال. لقد محى الليالي وتلعلأ في السماء، شمس النصر تسطع ليلا في مكة. كريستيانو رونالدو رابع أهدافه وأول هاتريك له، يضرب هنا الحمر في ملعب النار ويشعل النار في المدرجات فرحا وابتهاجا واحتفالا بنصر الدون. نصر الدون هو هنا من أجل الابتسامة العريضة. الله على الأجواء، حياة يا عالم حياة. اي والله اي والله، حياة في دوري روشن يتركها فريدة. هذا اللاعب الفريد يعطي أجواء خاصة ويجعل من عشاق كرة القدم قاطبة الحضور للاستمتاع لهذا العرض الفريد والعزف الفريد الذي يتركه كريستيانو. ليلة كريستيانو، ليلة هاتريك، ولا أحلى ولا أجمل ولا أكمل. كرة بتوصل، انطلق العرض، عرض نصر الدون، عرض كامل مكمل، عرض حقيقة. من حضر هذا المساء؟ هل من ردة فعل من الوحدة؟ الكرة تصل عند كونان، لا شك أنه استمتع
بعرض كريستيانو رونالدو وعرض النصر بصفة عامة. أي روح، أي حياة، أي جرينتا يتركها، أي لمسات، أي عرض مشوق ومثير يتركه لأجل النصر. تشعر بأن النصراوي في هذه الليلة بالتحديد بشعور بارتياح بهذا الظهور الفخم للفخم كريستيانو، والتسديد الآن تصل بإنقاذ نواف العقيدي. ما شاء الوحدة، فقط محاولة في الشوط الأول في القائم بالنسبة لجيرسون، تبديلات سييرا وحيرة ينتظر من خلالها ردة فعل هذه الكرة اللي حاول أن يتجنب فيها الدخول كريستيانو رونالدو في معترك وليد باخشوين. كرة من جديد نجح فيها وليد بالحصول على الكرة، لأنه يعلم أن بالإمكان الكرة بتوصل على طول إلى العقيد. إن كان كريستيانو رونالدو أن يترك رابعا وخامسا في ليلته، ليلة الدون، الوحدة يشعر بالوحدة في ليلة تجلى فيها كريستيانو. كرة بتوصل، سامي يطلب الكرة، كريستيانو، الضغط موجود من أوسكار دوارتي، تمريرة رائعة، فرصة للرابع، ماشا يتأخر في التحرك، عاد للخلف، طلب الكرة من الغنام، ماشا ينتظر الكرة العالية، وصلت إلى سامي، يمر أول وثاني وثالث، يرغبون بعودة الليلة الرباعية، تلك الليلة التي حقق فيها بعد ذلك النصر الدور الاستثنائي. ومنها انطلق، منها انطلق الكرة، منها انطلق أيضا كريستيانو رونالدو من هذه المباراة. تتذكرون الدور الاستثنائي وكيف انطلق أمام ميدو وفريق ميدو في تلك المباراة، وكانت برباعية. الليلة كريستيانو هو من يحضر وهو من يتجلى ويسجل ثلاثية. سامي كاد أن يتقدم للكرة الرابعة، لكن وسط زحمة الدفاع وتغطية عبد القدوس عطية، عشم السلطان مع العمري كان في الكرة الماضية، وصلت على طول جوستافو. سلطان ضرب ضرب ضرب، متعة هيمنة بصراحة. الوحدة في مهب الريح في هذا المساء. شوف كريستيانو موجها وقائدا، وهذا هو، هكذا هو يظهر ويعطي العرض الكبير جدا في هذا المساء. عندنا انطلاقة حاضرة وطلب للكرة من ماشا مع كونان، عادت الكرة من جديد، غريب عبد الله الخيبري على الجانب الأيمن، سلطان بيحط كرة، الكرة عند عبد القدوس عطية. هل من ردة فعل؟ انتظرناها قرابة الساعة، لا شيء يذكر سوى تسديدة جيرسون الذي يحاول ويحاول ثم يعود ليسقط أمام الخيبري. جوستافو للخلف، مادو، عبد الإله العمري، كريستيانو للخلف عند كونان من جديد، انطلاقة حاضرة ومحاولة وكرة إلى ركلة الزاوية. لكم الصوت. يحتفي
ويحتفل بالصدارة. بطل الشتاء يحرق ملعب النار ابتهاجا بهاتريك الدون. كرة بتوصل إلى جيرسون لين رودريغيز، يتقدم ويفكر بالتسديد، مادو في التغطية. نجعي أدوار دفاعية وهجومية في مباراة اليوم. كريستيانو يتقدم، السوبر السوبر، الله سي، هيا بنا للسي الرابعة، للسوبر هاتريك، للساعة الرائعة التي ترك كريستيانو رونالدو. الله 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 الله، أي إبهار، أي إذهال، أي فخامة، فخامة كريستيانو رونالدو. تظهر كما لم تظهر من قبل، طلب الكرة، التحرك، صاروخ النصر، يضرب من جديد، يضرب ولا يبالي، وفي ليلة واحدة يقصف ويعصف أربع مرات، أربع مرات. نصر الدون، نصر السي، نصر الفرح، نصر العالمي. أنا النصر والنصر أنا، أنا الفرح والفرح أنا، أنا المجد والمجد أنا، أنا هنا، أنا النصر والنصر أنا. سوبر هاتريك وخامس أهدافك في دورينا، أي فخامة يا كريستيانو، أي عظمة يا كريستيانو، أي تاريخ يتجلى، وأي عرض يظهر، وأي إبهار، أي إبهار. يا لها من ليلة، ليلة عظيمة يتركها كريستيانو. هناك جماهير تنزل في هذه اللحظات راغبة بالتقاط الصور معك يا أخي. ليلتك الأجمل، الأحلى، الأكمل، وعلى طريقتي يعطي الجماهير هذه الأجواء. ليلة فخمة بصراحة، فريدة يصنعها الفريد كريستيانو رونالدو. ضرب بالأربعة، أي تجلي، أي عظمة، أي إبهار، أي حياة. هذا النصر بهذا المساء يعلن من خلال كريستيانو رونالدو أحد الهدافين في ليلة واحدة فقط. ها هو يسجل أربعة ويكون خامس أهدافه. بهكذا مشهد، وبهكذا صورة، وبهكذا عظمة يظهرها كريستيانو رونالدو. قلت يوما يسجل الأرقام القياسية وضعت لتحطم، إنه كالقمر يضيء السماء ولا يغيب مطلقا. إن غاب في أول الليالي يتجلى بدرا. لقد أضاء السماء هنا وجعل الشمس تشرق لتمحو الليالي. نعم هو النصر الكبير بهكذا ظهور وحضور للأسطوري والتاريخي كريستيانو رونالدو. كرة في الجانب الأيمن، أكل الأجواء بصراحة، أكل الأجواء، أخذ الجو، أكل الجو. أربعة، هدفين في الأول وهدفين في الشوط الثاني لسوبر هاتريك، يظهره أولا في دوري روشن، ويعلن ذاته منافسا للهدافين وحاضرا وبقوة من الوهلة الأولى. لديه أصبح خمسة أهداف
كرة توصل، انتظار لبدلاء النصر هنا تنتظر. علي لجامي يستعد للمشاركة. كذلك علي الحسن، أنسلمو على الجهة اليسرى، تحرك من فيصل فجر كان ينتظر في مباراة اليوم. كرة على الجانب الآخر، محاولة وتصل الكرة إلى ركلة زاوية. تبديلات، الله على ليلى، رغم غياب تاليسكا هداف الدوري ب 13 هدف، رغم غياب بيتي مارتينيز، رغم غياب الفارو جونزاليس، لكم المشهد الذي صنعه الدوري. الدون يكفي، الدون يغني، كرة بتوصل على طول سهلة. الدون يكفي، الدون يغني، الدون يجعل الجماهير تغني. كرة بتوصل إلى خارج أرضية الملعب. الوحدة، هذا الفريق الذي يحتل المركز الثالث عشر، 13 عنده فقط 15 نقطة من 4 انتصارات حققها أمام أبها الباطن الشباب والطائي، لكنه لم يخسر هنا إلا واحدة فقط كانت أمام الفتح. ها هو يضرب من الدون وبالأربعة. خروج لعبد الله الخيبري في هذه اللحظات ونزول لعلي الحسن. أول أوراق رودي غارسيا، وخروج كذلك للغنام مع الدفع بلا جامي في هذه اللحظات. على الجهة اليسرى الوحدة لا حول له ولا قوة أمام نصر الدون. في خطأ لمصلحة علي لجامي، خطأ موجود وحاضر على البديل عبد الكريم يودا. جمهور العالم، عظمة جماهير الشمس إذ أشرقت بكريستيانو. على طول وصلت من أمام كونان، مقطوع الكرة على الجانب الأيمن، محاولات وحداوية. حل وحدة لا شك أن في وضع صعب بالذات من المطاردين. نحن نتحدث عن 15 نقطة الوحدة، خليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، وكلها لا شك أنها مناطق خطر. رمية جانبية، أمير كردي، مباراة جعلها كريستيانو للنسيان للوحدة. الوحدة أظهر في مباراة الدور الأول في ملعب مرسول بارك عرض مختلف تماما، وكان عرض قوي، خسر فقط بهدف مقابل لا شيء، لكن الليلة حضر كريستيانو بالتاريخ وبأمجاده وأرقامه الأفضل. ظهر كما كان منتظر وأكثر بصراحة. كرة على طول
انطلاقة من الحسن، انطلاقته انتهت إلى دفاع الوحدة. فجر انتظرت جماهير الوحدة أن يكون عودته بصورة أفضل، لكن في النهاية لم يقدم العرض وحسم الليلة، ليلة كريستيانو رونالدو. تكلم عن 300 تمرير، فرق 60 تمريرة، 300 تمريرة كانت بتوجيهات كريستيانو رونالدو. كرة بتوصل، السهرة العالمية مستمرة لجماهير العالم. رمية جانبية، كوردي، فجر بيرسل كرته، ما زالت الكرة من نصيب يودا. عبد الكريم يتقدم الآن، تغطية مادو، ركلة الزاوية، ركلة الزاوية، تحركات عبد الكريم يودا. طبيعي طبعا تراجع النصر في هذه اللحظات مع التبديلات واندفاع سيد السيارة. أخذ نجومية الجولة ولن يعطي فرصة لأحد، أبهر الجميع وجعل كل عشاق الكرة خصوما ومحبين يستمتعوا بعرض المساء. كرة بتوصل على طول وبالعارضة، الله على كرة مرة أخرى، هذه المرة من أوسكار دوارتي، عاد ليرتقي في هذه الكرة ويلعب كرة بالرأس، لكن بعد ذلك الكرة ذهبت إلى العارضة وبر الأمام. كرة كانت خطيرة، ربما كان فيها خطأ حتزب قبل ذلك. نواف للخلف، وحداوية، كوردي، كريستيانو يطالب الجميع بالهدوء. على الجهة اليسرى إسلام، عادت الكرة، عبد القدوس على الجانب الأيمن، وحداوية، إعادة الكرة للخلف عند عبد القدوس عطية، كرة عالية وصلت، غريب، لمسة طويلة بعيدة من الحسن، ذهبت إلى بعيدة على مشاربوف لتذهب إلى ركلة مرمى. عندنا دخول في هذه اللحظات لحسين العيسى، جيرسون رودريغيز يغادر أرضية الملعب، اللاعب القادم من لوكسمبورغ حاول أن يعطي الإضافة. كرة واحدة في القائم، كرة من وليد على الجانب الأيمن، تحرك لأمير، بحث مستمر، وليد، لا حلول لفريق السيارة، انتهت الحلول إلى رمية جانبية وحداوية. محاولة من فهد الجيزاني، هو من بادر به في الجانب الأيمن، بينما يستعد في هذه اللحظات عبد المجيد الصليهم للمشاركة. بالإضافة إلى ماجد محمد، خروج
سامي النجعي في هذه اللحظات، وعبد المجيد الصليهم إلى أرضية الملعب، ونزول لماجد محمد مكان لكونان. ماجد محمد كشيش أوراق كل من أرودي غارسيا وسيارة. هنا حمد طبعا الجزائري كان قد دخل في هذه اللحظات، ومن قبله فهد ضمن أوراق سيارة البروفيسور في أيامه مع الاتحاد، وتلك الذكريات التي تركها، ومن بعد ذلك مع الطائي تشيلي يحاول انتشال الوحدة وتقديم الإضافة. كرة من جديد، خطأ على الوحدة، ومن نصيب النصر مع بطاقة صفراء على عبد الكريم يودا اللاعب الفرنسي. تذكرون كان مع الحزم هذا الفرنسي، وبعد ذلك انتقل الوحدة أيام ما كان في الدرجة الأولى، وصعد مع بينما فيصل فجر. بيحاول في هذه الكرة فريق السيارة بعد رباعية الدون والأجواء الفخمة التي تركها هنا. كرة بتوصل، تقدم حاضر من الحسن، عادت وحداوية، يدخل في هذه الكرة مع خطأ ولمسة يد على لويس جوستافو صاحب 4 أهداف لويس وصناعة هدفين، ذو 35 سنة، بدأ الموسم بطريقة ملفتة، لكن أصبحت لديه أدوار دفاعية بالذات من بعد إصابة الإسباني ألفارو غونزاليس كساتر دفاعي. الآن لدينا خطأ لمصلحة الوحدة، مرور 78 دقيقة أي على بعد 12 دقيقة من نهاية المباراة التي صنع أجواءها كريستيانو رونالدو. خطأ لمصلحة الوحدة، محاولة بعيدة إلى ركلة مرمى من عبد الكريم يودا. بهكذا صورة يتجه النصر إلى النقطة 37، حصل عليها الليلة الشباب مع التذكير بأن هناك فارق مباراة بزيادة بالنسبة للشباب. كرة ملعوبة جميلة وكأنها ضربت في القائم، محاولة هنا التحرك، يودا يتقدم ويسدد، لكن كرة في النهاية مرت سليمة على مرمى النصر. حاولت أنسلمو بعيدة، من نواف عالية تذهب، رمية جانبية، يصل النصر إلى النقطة 37 ويستمر بطل الشتاء متصدرا في هذه اللحظات. طبعا الاتحاد لديه مباراة
غدا أمام العدالة. كرة بتوصل على الجانب الأيمن ونجاح في الإبعاد من مادو في هذه الكرة. أجواء رائعة ورهيبة صراحة، لا شك أن من حضر هذا المساء وهو يعيش الأجواء النصراوية والأمواج النصراوية، أمواج عالمية لمدرج العالمي، لا شك من حضر لن ينسى هذه الليلة معك يا كريستيانو. ركلة الزاوية الوحدة، محاولة لعودة إلى مباراة قد انتهت وأصبحت للنسيان. صعب، كرة بتوصل عالية بالرأس، أصبحت عند كريستيانو، عادت من جديد. لا شك أن الخصوم بعد هذه الليلة يا كريستيانو يشعرون بالخوف حقيقة. هذا التجلي لا يوقف، وهذا القصف مدمر، وهذا الظهور المبهر يجعل كل الخصوم يشعرون بالخوف، يشعرون بالخوف. حالة تسلل على هجوم الوحدة في هذه الكرة، ورايا كانت قد رفعت. الوحدة تحسن قليلا خلال العشر دقائق الماضية. رمية جانبية، محمد مران يسخن، هل سيكون مكان كريستيانو رونالدو؟ هذه لقطة لا شك أنها محمد مران سيكون مكان ماشي. جلال الدين مشاريبوف، لا شك لا أحد يرغب بخروجه بعد هذه الليلة. أتكلم طبعا عن الدوم، هذه الليلة الفريدة بهذه الأجواء الطاغية جمالا وإبهارا وإجلالا لكرة القدم. هي كرتك، يتقدم، التغطية ظهرت في التوقيت، لكن ما زالت التحرك الآن، والكرة فيها تغطية، حضرت في التوقيت المناسب لدفاع الوحدة. فجر خاطئة، مران بحول كرة قصيرة لم تصل إلى الحسن، تحرك الآن، الله على المرور الأول والثاني والتمريرة الرائعة في التحرك الآن، وفرصة وخطيرة جدا، التغطية ظهرت في اللحظة الأخيرة، ومن البديل ماجد محمد كشيش. عادت الكرة، لويس جوستافو يبادر على الجهة اليسرى، سلاهم لويس على الجانب الأيمن، وحداوية أنسلمو اختفى أمام النصر في هذا المساء. عادت الكرة للخلف، وليد، كرة على طول عند حسين العيسى، عادت لعبد القدوس عطية. أربعة أهداف مقابل لا شيء يتركها كريستيانو، وكأن ذلك النصر الذي ظهر في ليالي الاستثنائي يقول لهم لم يتغير شيء،
يذهب من يذهب، لقد حضرت لنعيد هذه الليالي الجميلة والليالي الاستثنائية. كرة أوسكار دوارتي في الجانب الأيمن، وصلت وليد إلى أوسكار في ليلة يستحق كريستيانو الأوسكار. كرة من جديد للعرض المذهل الذي ترك وكان بطل المشهد وبطل الأمسية الفريدة الكروية في ملعب النار. بالسلام بالسلام، هذا لا يكفي وقفته في الملعب. كرة بتوصل على طول، بالذات هالليلة رودي غارسيا يفضل يبقى لأنه جاء ليستمتع. لقد انفجر في هذا المساء، ظهر بالاسم والتاريخ والشخصية والكاريزما والتأثير والأهداف. الليلة الأجمل لكريستيانو مع النصر، صاروخ النصر بدأ بالعصف، بدأ بالقصف، بدأ نصر الدون، فمن يوقف؟ كرة بتوصل وبدون تاليسكا وبدون مارتينيز وبدون ألفار وبدون وحده، كان كافيا لأن يصنع النصر. كرة بتوصل، الله، من جديد المرور الأول والثاني والتحرك والخطأ. خطأ لمصلحة النصر، الله، على انطلاقة للشاب اليافع ماجد محمد كشيش، وخطأ في مكان يكون ليلة سوبر سوبر هاتريك. السوبر هاتريك، يا لها من لحظات، أعلن نفسه ومن ليلة واحدة فقط سيد الهدافين والمهاجمين، ذاته وتاريخه وعنفوانه وإعجازه في هذا المساء. إعجاز الدون، ليلى عنوانها إعجاز الدون، يظهر ونصر كريستيانو سوبر هاتريك، جاء ليدمر ويضرب ويقصف ويعصف ويسدد. الكرة بتمر، ليلى رهيبة، خلدها هنا التاريخ الخالد الأفضل والمبجل الأسطوري، سطر هذا المساء ليلة أسطورية هنا في مكة. كرة بتوصل على طول من جديد على الجهة اليسرى، تحرك وانطلاقة وتقدم الآن، مران يتقدم للأمام، مران بتوصل للدون، الله، لو كملت الكرة بالطول على غريب، لم يفضل التهديف، فضل منح الكرة باتجاه غريب، لكن الكرة مرت سليمة. Thank you.
لمصلحة الوحدة. الليلة في الشرائع ليلة نصراوية كاملة مكملة برباعية. في الجانب الأيمن محاولة إلى الخارج، رمية جانبية، هكذا تبدو الأجواء هنا في الشرائع بجماهير وحداوية ونصراوية. هذه المنطقة إذ يحضر لها الناس واستمتعوا في هذا المساء في الشرائع، هذه الضاحية بين مكة والطائف، هذه الضاحية يحضر من خلالها النصر لينجح ويحقق لقد استمتع الناس بحضورهم للشرائع هنا في ملعب النار. كرة على طول من جديد، تحرك حاضر ومحاولة وفرصة والخامس، الكرة فيها تغطية، عاد بنفسه قائدا وليد لينقذ الموقف، بينما أنسلمو يقاتل مع غريب على هذه الكرة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أجواء رائعة في الشرائع، لا شك أن كل من حضر استمتع. هنا ماجد محمد تقدم ونجح بالمرور وأرسل الكرة، لكن تغطية القائد والليدر وليد طاخ شوين أنقذت مرمى الوحدة من هدف خامس. كرة على طول من جديد للجانب الأيمن، محاولة إلى الخارج. إي والله أجواء رائعة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، أجواء فريدة يتركها الجمهور النصر، إذ تجلى فيها كريستيانو رونالدو وجعلها مباراة بالنسبة للنسيان للوحدة. من الآن نتطلع الكرة على طول للمباريات القادمة، ستكون حشود لأصليهم. محاولة وتسديدة تصطد وعادت من جديد تغطية الدفاع لأوسكار دوارتي في ليلة الأوسكار لكريستيانو. من بعد الشرائع الأنظار ستتجه إلى مرسول بارك، حيث يستضيف من خلالها النصر التعاون، ومن بعده ستكون أجواء في خميس مشيط أمام ضمك، ومن بعد التعاون وضمك مرسول بارك يستضيف الباطن الرابعة، بينما الآن فرصة وعبد القدوس ينجح في الحصول على الكرة. كان التحرك والتسديد والإنقاذ من عبد القدوس عطية، ما زال للخلف. أمسية الشرائع مستمرة نصراوية إذهالا وإبهارا، والكرة العالية بعيدة بعيدة بعيدة، ما زالت وما طالت. أصلهم يحافظ على كرته، يفكر بالمرور وإرسال العرضية، الكرة تذهب إلى ركلة مرمى. انتهى الوقت وانتهت المباراة. بصراحة الوحدة لم يظهر هنا في الشرائع، فرسان مكة غابوا في الشرائع أمام الشمس النصر، إذ توهجت بنصر الدون، نصر كريستيانو، نصر هذا الإعجاز الفخم، هذا الأسطوري يعطي الليلة الفخمة هنا للنصر، وأعطى إعلان للجميع، نصر الدون لن يتوقف. وقد حضر صاروخ النصر
بالقصف ايش اربع مرات. كريستيانو رونالدو الاسم والتاريخ والشخصيه والتاثير والاهداف الاربعه وكل شيء كان قد تجلى هنا في مساء الشرائع هنا امام جمهور النصر الذي حضر واستمتع بهذه المباراة. ليلة نصراوية كاملة مكملة صنعها كريستيانو رونالدو، هي الأبهى والأجمل والأكمل منذ حضور الدون. نصر الدون إلى الصدارة مستمرا وبلا توقف يعلنها صاروخ النصر صاروخ ماديا. النتيجة النهائية كريستيانو رونالدو 4 الوحدة لا شيء. شكرا لكم وإلى اللقاء. عبد العزيز البكر لقد تجلى وأظهر في كل شيء. بس عشان بقى اكتبها. ثانك يو. فور جول اند وان جول يو ساين فور مي. ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. اوكي. ثانك يو. ثانك يو.